أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا في تركيا وفي إسطنبول، ونحن مسرورون جدا بكثرة النشاطات العلمية خاصة في العلوم الشرعية في تركيا. إن شاء الله في المستقبل نفعل هذه المؤتمرات مع الجامعات التركية أيضا إن شاء الله، وأنا من جامعة إسطنبول. الفكرة المقاصدية طبعا احتوت دورا كبيرا في عصري العشرين والحادي عشر بين العلماء المسلمين، وعندي أفكار طبعا حول موضوع أو شكوك حول موضوع المقاصدية، ولكن أنا لا أريد أن أعطي ورقة قرصانية، نحن نسمي ورقة قرصانية التي تعطى من قبل رؤساء الجلسة، وعندنا وقت طيب طبعا. وفي هذه الجلسة سيكون ثلاث ورقات. الورقة الأولى مقاصد السياسة الشرعية في ضوء مفهومها وأقسامها واتجاهات البحث فيها، من قبل دكتور مثنى حارث الداري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق، وحصل الدكتورة في أصول الفقه. فليتفضل. مشكورا أستاذ. لكل ورقة عندنا 10 دقائق، وبعدها إن شاء الله فرصة للسؤال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. هذه الورقة في هذا المؤتمر عن المقاصد، والمقاصد كما يعرف كثير من المختصين وكما يريد أن يعرف غيرهم أحد فروع المعرفة الإسلامية، علم مستقل أو مبحث من مباحث أصول الفقه. هذه مسألة خلافية نتجاوزها من أجل أن نقرر الحقيقة التي قررها علماء الأصول والمقاصديون الأوائل ومن ثم مقاصديو هذا العصر، أن المقاصد هي روح التشريع، وأن المقاصد هي الضابط لاستمرار عملية التشريع الإسلامي على مسارها الصحيح. وإذا ما سارت عملية التشريع الإسلامي على مسارها الصحيح وفق الضوابط التي قررت في علم أصول الفقه من لدى الإمام الشافعي وحتى الآن، فإن هذا التشريع سيكون بخير. وإذا كان التشريع الإسلامي بخير فإن الأمة بالنتيجة ستكون بخير، وهذه هي العلاقة المتلازمة بين المقاصد وبين الأمة، وأثر المقاصد كجزئية من علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه في نهضة الأمة وديمومة عطاء هذه الأمة. ولكن للأسف الموضوع المقاصد وأصول الفقه والموضوعات المتعلقة بها كالسياسة الشرعية على سبيل المثال شابه الكثير من الخلط والتقصير والتجاوز والخروقات المسجلة قديماً وحديثاً. وإذا كانت الأمة تحيا بحياة علمائها ودعاتها وناشطيها، فإن هؤلاء جميعاً لابد لهم من تلمس المقاصد في سعيهم وعملهم وحركتهم. ومن هنا كان هذا المؤتمر بالتعاون مع الإخوة في المنتدى العالمي الوسطية كمحاولة أولى مع محاولات أخرى في أماكن أخرى وفي منتديات علمية أخرى، في محاولة إعادة عجلة التشريع الإسلامي إلى الرؤية المقاصدية. والرؤية المقاصدية هي ضابط كما قلت، يستمد هذه الضابطية من تحقيقه لمرام الشرع، حكمة التشريع، غايات الشريعة، مراد الشارع، سميها ما شئت، فالنتيجة واحدة. وإذا ما استطعنا أن نصل إلى هذه النقطة الجامعة فإننا حين ذاك سنكون على طريق موصل لكل ما تريده الأمة في كل المجالات،
من فلاح ونجاح ونصر وعزة وكرامة في المجال التشريعي وفي المجال الأخلاقي وفي المجال الثقافي وفي المجال الاقتصادي وفي المجال السياسي وفي المجال العسكري، ولكن واقع حال الأمة على خلاف ذلك. ومن هنا جاءت هذه البحوث التي تحاول أن تتلمس منهجية العودة إلى المقاصد من جوانب عدة. وقد سبقني الإخوة الباحثون في اليوم الماضي واليوم في الحديث عن هذه الجوانب، وقد تابعتها عن طريق الإعلام للأسف، وأعتذر عن تأخري لأسباب خارج عن الإرادة. أنا اخترت جزئية تربط بين أمرين مهمين وهما المقاصد والسياسة الشرعية، فكان عنوان الورقة مقاصد السياسة الشرعية في ضوء مفهومها وأقسامها واتجاهات البحث الحديثة فيها. ومن خلال الحديث ستظهر بعض النقاط التي يمكن أن تؤشر أين الخلل وكيف يمكن أن يصلح هذا الخلل بما يحقق شعار المؤتمر. تمهيد: تنطلق هذه الورقة من رؤية مفادها أن المقاصد الشرعية وعلم السياسة الشرعية وهما علمان ناشئان عن علمي أصول الفقه والفقه من حيث المأخذ والإطار التنظيمي، ويعملان معا على بناء تصور واحد للمنظومة القيمية الإسلامية في جوانبها المعرفية والفكرية والتشريعية، ويتفقان في كونهما أداة معيارية بالنسبة للمقاصد وأداة تكميل وإيقاع للأحكام كما ينبغي لها أن تقع على أرض الواقع بالنسبة للسياسة الشرعية. فالمقاصد تراعي القواعد العامة للتشريع وتسلكها في نسقها الضابط للقواعد، فهي أي المقاصد في حصرها وجمعها ومنعها وتفريقها وقبولها وردها يمكن أن توصف بأنها قاعدة القواعد تجوزاً من حيث اللفظ، وإن كانت حقيقتها كذلك من حيث واقع العمل. أما السياسة الشرعية فإنها ترد شتات ما تفرق وشذ من تطبيقات المكلفين من القواعد، وما لم تطله النصوص التفصيلية الجزئية أي الآيات والأحاديث، فتلبسها ثوب التشريع اعتماداً على تلمس المقاصد والحكم والغايات والنهايات المرجوة للأفعال من الشارع. وهكذا تستمر العلاقة التبادلية بين الطرفين وفق صيغة النافع والمنتفع. وإذا ما تجاوزنا الاختلاف المعروف في مرجعية المقاصد كعلم مستقل أو أداة أصولية في سياق علم أصول الفقه، فإننا ولا شك نعي تماماً القيمة المعيارية لكليهما، المقاصد قائداً والسياسة الشرعية سانداً في ضبط القيم المعيارية للتشريع الإسلامي. ونتفق هنا مع من يعد علم أصول الفقه بما فيه المقاصد هو علم المنطق الإسلامي الذي لا خلاف فيه بين أرسطي وعربي، وهو أي علم أصول الفقه العاصم لأذهان المجتهدين والمفكرين والمثقفين والباحثين الآن عن الوقوع في خطأ التفكير، أو هو أداة تشكيل الإطار الذي يضبط التفكير ويمنع التنظير الإسلامي من التشعب، وهو عين ما تسعى إليه المقاصد. تم تناول هذا الموضوع من ثلاثة جوانب. الجانب الأول هو مفهوم السياسة الشرعية، والجانب الثاني هو أقسام السياسة الشرعية، والجانب الثالث هو اتجاهات البحث الحديثة في السياسة الشرعية. أولاً، في مفهوم السياسة الشرعية نجد التعريفات القديمة للسياسة الشرعية عند العلماء المتقدمين تشترك في خصائص مشتركة يمكن بكل يسر عند النظر فيها ملاحظة انتباههم للمقاصد وأهميتها وإن لم ينصوا عليها صراحة. وفيما يأتي عرض لأبرز هذه التعريفات والتنبيه على مواطن رعاية المقاصد فيها. نأخذ أولاً تعريف الغزالي، فهو يقول: السياسة الشرعية هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة. وتعريفه هذا مشهور جداً، وهو من أعم تعريفات المتقدمين للسياسة الشرعية وأكثرها قرباً من مدلول السياسة اللغوي. ونقل ابن عابدين الحنفي هذا التعريف عن الغزالي وقال عنه:
هذا تعريف للسياسة العامة الصادقة على جميع ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام الشرعية. أما ابن عقيل الحنبلي فيقول: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي. يقصد لم يضعه الرسول ولا نزل به، أي لم ترد فيه آية تفصيلية جزئية أو حديث، وإنما يفهم من روح الشريعة ومن قواعدها العامة، بخلاف ما يحاول بعضهم الآن أن يقول بأنه السياسة الشرعية هي أمور خارجة عن إطار الوحي ويردها إلى العقل. ونجد صدى هذا التعريف عند النسف الحنفي في قوله: السياسة حياطة الرعية بما يصلحها لفظا وعنفا. ويقصد بالعنف هنا يعني التغيير باليد، الإرشاد باليد، أي بالوسائل التطبيقية العملية، مقابل لفظا أي الوسائل النظرية. أما المقريزي فيقول: السياسة الشرعية هي القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال. ويزيد المقريزي هنا على تعريف الغزالي وصف القانون، والفارق الزمني بين الغزالي والمقريزي له أثر في ذلك، تطور تعريف السياسة الشرعية حتى أصبح قانوناً ضابطاً بعد أن كان مفهوماً نظرياً عاماً. وعند النظر في التعريفات المتقدمة يمكن الوقوف على مراعاتها، أي هذه التعريف، لموضوع المقاصد في ثلاثة مواضع مشتركة. يعني علماء الأمة المتقدمين كانوا يعرفون السياسة الشرعية وفي نظرهم وفي ذهنهم تحقيق المقاصد. كيف؟ ثلاثة مواضع تدل على أن تعريفات السياسة الشرعية راعت موضوع المقاصد. الموضع الأول هو تضمنت هذه التعريفات مفهوم تحقيق المصلحة للعباد، والمصلحة المنضبطة بمفهومها العام هي لب علم المقاصد. الموضع الثاني اتفاق هذه التعريفات على عدم تجاوز أصول الشريعة العامة أو تخطيها أو مصادمتها، والعمل وفق مقتضى قواعدها ونصوصها وعلى وفق غاياتها وحكمها ومراميها، وهذا هو عين طريق المقاصد. الموضع الثالث أن هذه التعريفات لم تقصر الفعل السياسي المصلحي على الأدلة التفصيلية الجزئية فحسب، وإنما كما رأينا من تعريف ابن عقيل قالت بأن هناك أمور خارجة عن النص الجزئي، وهي الأمور التي تتلمس من مجموع النصوص الجزئية من روح التشريع، وهذا هو مجال عمل المقاصد الواسع. وفي مقابل ما تقدم من إطلاقات عامة للسياسة الشرعية يلحظ فيها البعد المقاصد بوضوح، تطلق السياسة الشرعية عند المتقدمين ويراد بها معان خاصة لا تتعارض مع الإطلاق العام المتضمن للأبعاد المقاصدية، فهي استعمالات محدودة مرتبطة بطبيعة زمانها ومكانها ومجال عملها الخاص. ومن ذلك تعريف السياسة الشرعية بمعنى أدلة القضاء وطرائقه، وقد استخدمه بهذا المعنى ابن قيم الجوزية في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وتنحو بعض كتب علماء المالكية في القضاء وآدابه المنحى نفسه، كما عند ابن فرحون في قوله: الولاية السياسية هي ولاية الكشف عن المظالم. وما أجمل عبارة ابن القيم في هذا الموضع وربطها بين السياسة بمعنى الاستدلال بالبينات في القضاء مع مفهوم المقاصد الذي هو هدف الحكم، والسياسة الشرعية التي هي طريقة الإيقاع على الواقع، حيث يقول: فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي طريق إن كان، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره. ثانياً، السياسة الشرعية بمعنى التعزير أو التغليظ في التعزير، وهذا مصطلح الحنفية، وتكفل ابن عابدين بتلخيص عبارات المتقدمين قائلاً: والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفة. ثالثاً، السياسة الشرعية بمعنى فعل الحاكم فيما لا نص فيه، وهذا التعريف للحنفية أيضاً وعرفها به ابن نجيم في البحر الرائق.
أما المعنى الخاص الرابع والأخير فهو السياسة الشرعية بمعنى العمل بالمصلحة في المعاملات فقط، كما يفهم من كلام نجم الدين الطوفي البغدادي في رسالته رعاية المصلحة. يتلخص لنا مما تقدم في مفهوم السياسة الشرعية أن مفهوم السياسة الشرعية عند المتقدمين يحقق معنى المقاصد أخذاً من منطوق التعاريف ومن روحها ومن تطبيقاتها، وهو ما راعته التعريفات الحديثة والمعاصرة التي نأتي إليها الآن. فقد اكتفى العلماء المعاصرون والمحدثون بجهود العلماء المتقدمين واحتفظوا بروح تعريفاتهم ومقاصدها وعبروا عنها بالأساليب المعاصرة لمصطلحاتنا. وفيما يأتي عرض لأبرز هذه التعريفات بحسب تواريخها ومدى تعلقها بالمقاصد. أولاً، تعريف الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله يقول: السياسة الشرعية هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ورفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين، أو هي متابعة السلف الأول في مراعاة المصالح ومسايرة الحوادث. ثم تعريف الشيخ محمد مصطفى المراغي رحمة الله عليه يقول: هي، أي السياسة الشرعية، تدبير مصالح العباد على مقتضى قواعد الشريعة الإسلامية فيما كان منصوصاً عليه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أجمع عليه المسلمون من وجوب وحرمة يجب اتباعه وعدم الخروج عليه. أما الشيخ عبد الرحمن تاج رحمه الله فيقول: هي الأحكام التي تنظم بها مرافق الدولة وتدبر بها شؤون الأمة مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة، نازلة على أصولها الكلية، محققة أغراضها الاجتماعية، ولو لم يدل عليها شيء من النصوص التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب والسنة. وأخيراً، تعريف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ويظهر مراده في أثناء حديثه عن ميادين السياسة الشرعية بقوله: الميدان الخاص بالأمة الإسلامية فهو سياسة حكومة الإسلام، فيه سياسة شرعية لها المقام الأول في النظر لأن بها حياة الجامعة الإسلامية وقوتها، فقاعدة السياسة الإسلامية لأمتها أنها إجراء مقاصد الشريعة في الإسلام بالرغبة والرهبة. إذن الأقدمون والمتأخرون ينصون على أن السياسة الشرعية في تعريفها تحقق معنى المقاصد، ونتجاوز تعريفات الشيخ رزق الزلباني وعبد العال عطوة. الخلاصة أن الشيخ عبد الوهاب خلاف والمراغي وعبد الرحمن تاج ينصون على المصالح، والشيخ ابن عاشور ينص على المقاصد، والنتيجة واحدة، فمفهوم السياسة الشرعية يحقق معنى المقاصد. إذا جئنا إلى أقسام السياسة الشرعية فهي كثيرة: سياسة من حيث الطبيعة، أي ظالمة أو عادلة، وسياسة شرعية من حيث المصدر، سياسة شرعية وسياسة مدنية، وسياسة نفسية وسياسة بدنية، ومن حيث مجال العمل هي معاني متصلة بالمبادئ كاستصلاح الخلق أو تطبيقات على أرض الواقع. ويلاحظ على أن هذه الأقسام جميعاً تعمل على تحقيق المقاصد الشرعية وتحقيق النفع في الدنيا والآخرة، وهذا يتفق مع مفهوم السياسة الشرعية. والخلاصة أن أقسام السياسة الشرعية في بنائها تحقق المقاصد شرعية، سياسية، بدنية، نفسية، نظرية، تطبيقية. والأمثلة طبعاً والتطبيقات كثيرة لكن الوقت ضيق. أما المجال الأخير فهو اتجاهات البحث الحديثة في السياسة الشرعية، وهنا المصاب، هنا الخلاف مع عنوان المؤتمر. فللأسف تطبيقات السياسة الشرعية القديمة كانت متوافقة مع المقاصد ولا تخرج عنها إلا في حالات معدودة. إلى الآن نستذكر أن يحيى بن يحيى الليثي في الأندلس أخطأ في قضية سياسية شرعية، وإلى الآن قائمة الدنيا ولم تقعد على هذا الخطأ. لماذا؟ لأنه كانوا يراعون المقاصد وضوابط السياسة الشرعية وعلم أصول الفقه. أما في عصرنا الحاضر منذ عام 1516، هذا المصطلح
نقصد به العصر الحديث والمعاصر منذ دخول العثمانيين إلى البلاد العربية، يعني طوال 5 قرون، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ اختلال كامل لعملية التأصيل في السياسة الشرعية واصطدامها بالمقاصد. فكثير من الكتابات في القرون المتأخرة وحتى هذا العصر للأسف اختلت اتجاهات البحث فيها وسجلت عليها مآخذ كثيرة جدا، من أبرزها عدم الاهتمام بالمقاصد، ومن أبرزها اعتقاد أن السياسة الشرعية أمر خارج عن النصوص ولا علاقة له بالمقاصد. مجرد إرجاع هذا الفهم إلى السكة الصحيحة، إلى الطريق الصحيح، يحتاج إلى جهود كبيرة. ولكن كيف نفعل ذلك؟ ومن يقع في هذا الخطأ هم علماء وفقهاء وكتاب وباحثون. إن اعتذرنا لبعضهم بقلة البضاعة الشرعية، فماذا نعتذر للعلماء والفقهاء؟ فقد دخلتنا، والسبب دخلتنا بلية السياسة، فأخذت السياسة والتحزب تؤثر للأسف على بوصلة المقاصد وضوابط علم أصول الفقه الذي هو ينظم عقلية الاجتهاد، ويشهد هجمة كبيرة ومؤامرة كبيرة من لدن دوائر كثيرة تعي تماماً أن منطق المعايير الذي يفخر به الغربيون وينسبونه إلى جون لوك، يعتبرون منطق المعايير صالح لقياس كل شيء في الدنيا حسياً كان أو معنوياً، هو في أيسر تعبير هو علم أصول الفقه الذي وضعه الإمام الشافعي. إذن ضرب علم أصول الفقه بما فيه المقاصد يحقق لمن يريد التأثير على حركة التشريع الإسلامي المعاصرة أن يؤثر عليها، أن يبطلها، أن يصدمها، أن يحرفها عن طريق الصحيح، فقط يستهدف علم الأصول، فما بالكم إذا استهدف المقاصد؟ نحن نكفيه، لأن البلاء فينا للأسف. في دراسة سابقة قبل سنوات عن الضوابط الأصولية للسياسة الشرعية في العصر الحديث اكتشفت مآخذ كثيرة جدا، وفيها أمثلة تطبيقية كانت بالمئات. عمر الدراسة انتهى إلى عام 2000، من عام 2000 إلى الآن بالآلاف، ولا سيما بعد اضطراب منطقتنا بعد أحداث الربيع العربي ودخول الاحتلالات، احتلالات القرن 21 الجديدة والصفقات التابعة لها، وآخرها الآن الصفقة التي يتحدث عنها الجميع. خلاصة سريعة جدا أذكرها فقط كعناوين لأن الوقت لا يتسع. من أهم المآخذ على الكتابة في السياسة الشرعية وفي علم المقاصد وفي علم أصول الفقه، بل في مجمل العلوم المتعلقة بالثقافة الإسلامية الآتي: أولاً، ضعف صفة الشمول في تناول هذه الدراسات. ثانياً، التعميم في الأحكام والأوصاف. ثالثاً، عدم الوفاء بالشروط الصحيحة لمنهج الدراسة المقارنة. رابعاً، الخلط بين أسس النظام السياسي في الإسلام ووسائله وغاياته. خامساً، الإخلال بمصطلحات السياسة الشرعية وعلم المقاصد وأصول الفقه، بحيث برز لنا منهجان الآن: المنهج الأول هو الإلغاء التام للمصطلح، والمنهج الثاني هو استحداث مصطلح جديد بديلاً عن المصطلح الأصيل. والتطبيقات والأمثلة معروفة لكم جميعاً. المأخذ السادس: تجاوز أصول الاجتهاد وطرق الاستنباط الأصولية. ونستطيع أن نرصد هنا نمطين من أنماط تعامل هؤلاء الباحثين مع ما يعرضون له من بحوث التشريع السياسي، وهما نمط التجاهل ونمط الانتقاص. سابعاً وأخيراً، مأخذ عدم مراعاة الظروف الزمانية والمكانية والحالية. ومن أبرز مظاهر هذا المأخذ الملموسة الآن مشكلة تقييم الأشخاص والهيئات على أساس مواقفها السياسية الذاتية، الأقوال والأفعال، دونما الاهتمام بمراعاة الظروف الزمانية المكانية والحالية، أو العكس، بإعطاء هذه العوامل الموضوعية قدراً أكبر من حجمها الحقيقي والمبالغة في تقديرها، حتى أصبح هذا الأمر عاملاً مهماً من عوامل إخفاء الحقائق العلمية والتاريخية، وأداةً لتبرير المواقف السياسية، بدل أن يكون أداةً من أدوات الكشف الصحيح عن مجريات الوقائع المحيطة بالأحداث والأفكار. مثال سريع جدا، نلحظ الآن ظاهرة الارتداد عن القول، عن الاجتهاد، عن الفتوى، عن الحكم.
في مسائل من الواضحات والمعلومة لأهل العلم بالضرورة. ما السبب؟ قضية واضحة وصريحة، حكمها الآن الجواز، بعد سنة سنتين حكمها الحرمة، بعد سنة سنتين تعود إلى حكم الجواز. ما السبب؟ إذن لماذا وضع الإمام الشافعي قواعد علم أصول الفقه؟ لماذا نتحدث عن المقاصد إذن إذا كان الأمر خاضعا للتشهي والهوى والتأثير الحزبي والتأثير السياسي، بحيث يصبح العالم والفقيه والأصولي والمقاصدي أداة لتبرير الآراء السياسية والمواقف السياسية، وليس أداة لتأصيل الحكم الشرعي لإجبار أو لإخضاع أو على الأقل تنبيه الجهة السياسية والجهة الحزبية إلى خطأ ما تفعل أو عدم صوابه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. شكرا دكتور سماحة الزبداري لهذه الكلمة القيمة التي تقارن بين المقاصد والسياسة الشرعية قديما وحديثا، وأشار إلى إشكاليات. وقتنا ضيق جدا وأخذ أكثر من 20 دقيقة، والورقة الثانية الشاطبي وأثره في فقه المقاصد من قبل دكتور عبد الحق ميحي من الجزائر، وحصل الدكتورة في الشريعة والقانون جامعة الحاج الأخضر في الجزائر. فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى الكريم. ثم أما بعد، أحمد الله على هذا اللقاء الطيب المبارك مع هذه القمم، ونحن نتدارس في المنتدى العالمي للوسطية بالتنسيق مع هيئة علماء العراق مسألة من الأهمية بمكان، وهي الرؤية المقاصدية وأثرها في نهضة الأمة. وشاء الله تعالى أن يختار لي وأبنيه للمجهول هذا الموضوع أو هذا العنوان، وهو الإمام الشاطبي وجهوده في خدمة مقاصد الشريعة. وأخال وأتصور وأزعم أن هذا الموضوع قتل بحثاً، وقد تكلم الكثيرون ونالوا به درجات علمية عليا، وبالتالي يكون الكلام من باب تحصيل الحاصل، ولكن سوف أحاول أن أعرج بالموضوع معراجاً آخر وأنحو به منحاً آخر. لا شك أيها السادة الأفاضل العلماء أن الإمام الشاطبي حاز السبق في التفريع والتأصيل والتأسيس والتنزيل لعلم أصول لعلم المقاصد، وبان ذلك من خلال كتابه المقاصدي الموافقات الذي شاء الله لي أن أدرسه على يد فضيلة العلامة الدكتور محمد الزحيلي مدة 4 سنوات في بلاد الشام لما كنت طالباً، ثم أستجاز فيه في سنة 92. والحق أن الذين تفتحت أبصارهم على ما عند الإمام الشاطبي، والإمام الشاطبي لم يكن بدعاً من الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى، ولا بدعاً من الإمام العز بن عبد السلام، وهم سابقوه طبعاً في الكلام عن المقاصد من خلال كتابه قواعد الأحكام، وكذلك الإمام الجويني رحمة الله عليه. والحقيقة التي استوقفتني، ولا أريد أن أخوض في الكثير مما قيل في مما قيل عن الموافقات ممن كتب عنه كالشيخ عبد الله دراز الذي حقق هذا الكتاب، أو الشيخ الريسوني حفظه الله تعالى الذي كان كتابه إضافة لما قرأته في نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ولا ما كتب عن يعني تعليقات الأستاذ أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام. لكنني استوقفتني كلمة عند بعض المتدخلين أن الإمام الشاطبي في موافقاته تكلم عن
المقاصد الشخص الفردية بشكل فردي، والإمام الطاهر محمد الطاهر بن عاشور هو من تكلم عن مقصد الأمة. والحق أننا بإطلالة دقيقة على كتاب الموافقات بأجزائه الأربع، فإننا نجد مقصد حفظ الأمة ملحظاً مهماً عند الإمام الشاطبي، أيضاً لأنه مبثوث كجزئيات، ومن ثم يجب علينا أن نعتمد منهج الإمام الشاطبي في الحكم عن اعتبار مقصد حفظ الأمة عند الإمام الشاطبي على مسألة الاستقراء التي اعتمدها الإمام الشاطبي كدليل قطعي بالنسبة إليه لإثبات الكثير من المسائل. أيضاً في دراستنا للإمام الشاطبي لا ينبغي أن نهمل الظرف السياسي الذي كان يعيشه الإمام الشاطبي، لأن بلاد الإسلام في الأندلس تهاوت صروحها صرحاً بعد صرح، ولم تبقى سوى غرناطة مملكة لبني الأحمر وفي عهد محمد الخامس، وأما بقية الممالك فقد سقطت. ولعل الإمام الشاطبي وهو يتكلم عن مقصد الجهاد في سبيل الله ومقصد نصب الأئمة ونصب القضاة وغيرها، كل ذلك يراعي فيه مقصد حفظ الأمة في ظرف تغلب فيه الأراغون والقشتاليون على جل الممالك الإسلامية. الحق أيضاً الذي ينبغي أن نلتفت إليه أن الإمام الشاطبي قد لخص كتابه ووضع له ضوابط من خلال مقدماته الأساسية المحصورة في 13 مقدمة، وكانت بمثابة صمام أمان ليفهم على إثرها وبموجبها كل ما يطرحه الإمام الشاطبي من قضايا. وأيضاً يؤخذ على الإمام الشاطبي كثرة تفريعاته وكثرة يعني تمديداته لكثير من القضايا نحن في غنى عنها، ويدرجها ضمن أصول أو الفصول، وفي المسألة كذا وكذا، ثم يقول وهناك فصل، ويعتمد أسلوب الفنقلة التي أو الذي يعتمده علماء الكلام فإن قيل قلنا. وأيضاً الإمام الشاطبي ولا يفعله إلا العظماء لم ينكر أبداً جهود الإمام أبي حامد الغزالي ولا شهاب الدين القرافي ولا الإمام العز بن عبد السلام ولا الإمام الجويني، لكنه لا يذكر جهودهم في علم المقاصد، لأنه يعتبر نفسه أول من ابتدع هذا العلم وابتكره، لكنه يعرض لبعض أقوالهم وآرائهم في عالم أصول الفقه والمنطق وإلى غير ذلك. أيها السادة الأفاضل، لو أردنا أن نتكلم عن مقارنة بسيطة أختم بها إن شاء الله تعالى لأوفر الوقت والجهد، عن مقارنة بسيطة بين الإمام الجويني والإمام الشاطبي، كلاهما وإن كانا متباعدين في الزمان كلاهما عاش في ظرف أفول نجم الحضارة الإسلامية، وكلاهما عاش في ظرف توديع الأمة لأمجادها. فالإمام الجويني لا يخفى عليكم يعيش في دولة السلاجقة، وقد داهمتها الخطوب من كل مكان، فكتب كتابه الغياثي، غياث الأمم في التياث الظلم. هذا الكتاب من أعظم الكتب التي حري بنا أن نربطها بمقصد حفظ الأمة من خلال نظرية خلو الزمان عن الإمام، فكيف يكون الحل؟ بل ذهب الإمام الجويني إلى أبعد من ذلك، وهو إذا خلى الزمان من مجتهدين، ثم افترض فرضاً آخر وهو خلو الزمان من حملة الشريعة ولو كانوا مقلدين نقلت مذاهب. والإمام، أي الفرق بين الإمام الجويني رحمه الله وبين الإمام الشاطبي، أن الإمام الجويني وضع لنا حلولاً عملية في كتابه الغياثي الذي يجب أن تعقد له حلقات دراسية في عالم السياسة وفي عالم المقاصد، كما تفضل أستاذنا الدكتور مثنى حارث الضاري، وهي نظرية خلو الزمان. ونظرية خلو الزمان اليوم
تحققت يوما لما داهمنا الاستدمار الغربي في بلادنا وأنهى الوجود السياسي للأمة، بل في بعض القرى كالجزائر أنهى حتى الوجود العلمي. لولا ذلكم البصيص الذي امتد من الزوايا أو الزوايا عفوا الصوفية، والحق يقال أنها حافظت على شكل الأمة وهيبة الأمة في جانب التشريع. ثم جاء دور جمعية العلماء المسلمين التي هي الأخرى من خلال فتاوى رجالها وفتاوى رجالها وعلمائها راعت مقاصد الشريعة. ولأقول إذا كان أستاذنا فضيلة العلامة الشيخ عبد الفتاح مورو تكلم عن مقصد حفظ الأمة عند الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى وقضية التجنس سنة 1910 في تونس، هذه البلية ابتليت بها الأمة في الجزائر والشعب الجزائري سنة 1930 هي الأخرى، وفرض التجنس أو عرض التجنس على الشعب الجزائري. فكانت النظرة المقاصدية تقول أيضاً أن علماء الجمعية وقفوا لهذه الفتوى موقفاً حازماً حاسماً، فاختلفوا على مذهبين، منهم من رأى حرمة التجنس ليس إلا، ومنهم من رأى أن المتجنس بالجنسية الفرنسية كافر مرتد لا يصلى عليه ولا يقبر ولا يدفن في مقابر المسلمين. فلو تساءلنا لما هذا التشدد، كان الملمح مقاصدي. لو فتحنا المجال لتحقق للمستدمر، ولا أقول المستعمر لأن الاستعمار كلمة واستعمركم فيها من عمارة الأرض، المستدمر الفرنسي كان يهدف إلى تشويه شخصية المسلم وإلحاقه بالمجتمع الفرنسي. ولهذا كان القول ولن يكون الشعب الجزائري فرنسيا، وحتى لو أراد أن يكون فرنسيا فلن يستطيع أن يكون فرنسيا. والملمح أن يبقى الرجل في الجزائر أو الإنسان الجزائري مسلما موحدا محافظا على هويته العربية الإسلامية. وبالمناسبة هناك رسالة دكتوراه البعد المقاصدي في فتاوى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، كمسألة الاستيلاء على الأوقاف ومسألة تعيين المفتين والقضاة إلى غير ذلك من المسائل التي كان لجمعية العلماء فيها نظر وفيها فتوى. فمن ثم يريد أن أقول أيها الإخوة الأفاضل أن البعد المقاصدي أو البناء التراكمي لعلم المقاصد لعلماء الأمة صحيح يعني اختفى وهجه حينا من الدهر، ولكن ما زالت الأمة تسترجع هيبتها المقاصدية، وما زال التأسيس وما اجتهادات الإسلاميين في مشارق الأرض ومغاربها إلا ضرب من مراعاة المقاصد في جو تتضارب فيه المصالح وتتشابك فيه الإثنيات. والحق أقول أننا في ظرف هي ظرف فتور الشريعة، وهذه الاجتهادات تنراعي فيها المقاصد، ولا سيما في ظرف الوجود الأممي. أصبحنا لسنا محكومين بقراراتنا لوحدنا، بل هناك قرارات دولية ومنظومات دولية، كيف نتعايش مع هذه القرارات محافظين على هويتنا، لا نعطي التنازلات في عقيدتنا، وفي الوقت ذاته نتكيف مع هذه القرارات وفق نظرة مقاصدية. وقد أشرفت على رسالة دكتوراه نوقشت من حوالي شهر، مقصد التعاون الحضاري الإنساني، مقصد التعاون الحضاري الإنساني. وكانت الحقيقة رسالة قيمة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستفيد منها. شاكرا هذه الدعوة الكريمة من المنتدى العالمي للوسطية، وبالتنسيق مع هيئة علماء المسلمين في العراق، آملين إن شاء الله تعالى أن تتواصل العطاءات والدراسات، لأن المستجدات والنوازل كثيرة. ولعل علماء المغرب قد ضربوا أروع الأمثلة في اجتهاداتهم النوازلية وربطها بالمقاصد، والحمد لله رب العالمين. شكرا لك دكتور عبد الحاكم ميحي. والآن وقت الورقة الثالثة
من قبل الدكتور عبد الحليم زيدان، عبد الحليم زيدان رئيس معهد برامج التنمية الحضارية في لبنان، واسم الورقة تفعيل المقاصد في تطبيقات وقفية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الموضوع أيها الأخوة هو إجابة تطبيقية أو عملية على ما تفضلتم بالتساؤل عنه بالأمس، حكاية كيف ننتقل من الكلام التجريدي إلى النظري، ثم كيف نأخذ هذا النظري إلى سياقات. هذه السياقات قد تكون واسعة برود، يعني قد تكون الحضارية زي ما تفضل الدكتور أبو الحاج مقصد التعاون الإنساني الحضاري، وقد تكون في تطبيقات جزئية بسيطة على مقاسات عملية أو ميدانية. لكن إن لم نأخذ لهذه خلينا نسميها النقلات منهجية تطبيقية ندرب عليها أبناءنا الدارسين، فنحن أمام مع الأسف إشكالية المراوحة في المكان النظري أو في المكان التجريدي الذي تكلمنا عنه بالأمس. المقاربة أخذت باعتبارها أن تطبق على شيء في نظر الناس مات وبات وأصبح من التاريخ الذي هو الوقف. أمامنا تحدي كيف نحيي المفهوم، كيف نعيد مقاربته من منظور مقاصدي، كيف نعيد مقاربته من منظور التطبيق الواقعي العملي، كيف نعيد إحيائه من منظور أن يكون رافداً في النهوض الحضاري، ليس في التنمية كما تستخدم بكثرة على أنها شكل من أشكال الإسعاف الاجتماعي الذي هو التقليص أو القضاء على الفقر والجهل والمرض والكذا الثلاثية المقدسة. لا، كيف نستعيد الدور الحقيقي للوقف أن يكون هو الرافد الحقيقي لصناعة نهوض؟ وبالتالي ما هي مقومات التنافسية الحضارية التي يمكن على أساسها أن نقول نأخذه بهذا الاتجاه، نأخذ الأوقاف القادمة المستقبلية بهذا الاتجاه لنحقق من خلالها ارتقاء وقدرات وتنافسية على المستوى الأموي والحضاري وغيره وكذا. أول شيء برضو أخذنا لقطة من المادة تتعلق بموضوع الاتساق الحضاري. في موضوع بيتعلق بالاتساق الحضاري، امبارح الإخوة كانوا عم يحكوا أنه عندنا أزمتين أو قطبيتين، قطبية اللي بدون يدخلونا في التاريخ وقطبية اللي بدون يجيبونا التاريخ على الواقع، والوسطية الحقيقية اللي هي منهجية التطبيق في تكييف وتنزيل وإلى آخره هي المفقودة، وهي التي نتعامل مع أبحاثنا وطلابنا وكذا لكي نستعيدها حيوية وممارسة وتطبيقا. طيب، حتى نقول تحقيق الاتساق الحضاري، أول عنصر من عناصرها هي إعلاء المقاصد من جديد، إحياء وإعلاء. وعندما أقول إعلاء أنا أقصد هذا المصطلح، مثل ما بنقول إعلاء السنن، مثل ما بنقول إعلاء الشعائر، مثل ما بنقول كذا. موضوع المقاصد أيها الأخوة الكرام، رغم يعني كنت أحب أن يكون دكتور سيف معنا يعني نتناغم في موضوع الحفظ، أنا الحقيقة لست من حزبي، لست من حزب أن كلمة حفظ كلمة عبقرية وأنها يعني قضية كبرى. أنا أعتبرها في المنظور الحضاري باسيف، يعني خامد أو بقائي، سيرفايفل يعني السقف بتاعه هي الصفر. تعرفوا الصفر مقابل إيش؟ مقابل النقص. يعني كأنه افترض أن هناك عوامل تآكل مستمرة وعلينا أن نحافظ، وكأن القضية الأساسية في الحركة الفعلية للإسلام في الحضارة وكذا هي المحافظة. بينما أين نحن من التطوير؟ أين نحن من التفعيل؟ وأين نحن من الإطلاق؟ إذا كنا نريد أن ننافس فعلينا أن ننظر إلى هذه الثلاثية وليس إلى الحفظ، وأن نجعل منه هدفاً. يعني تخيل أنه يصبح السيرفايفر البقائية حفظاً، وأن يصبح الحفظ هدفاً، وأن يصبح الهدف مطلوباً منا أن نروج له وأن نبشر به وأن نحدث الناس عن الإشكالية الحياة فكرية ابتداءً. الأصل أن نعيد نحن اعتناقنا لديننا على أنه صانع الحضارات، وعلى أنه المتحدي للجميع، وعلى أنه البديل الباقي، وعلى أنه خشبة الخلاص. فإذا نظرية الحفظ الحقيقة بدنا نشتغل شوي على إعادة النظر فيها.
وبالتالي في عندنا وحدة جاية قدام اسمها تفعيل وأعلاء وتطوير السنن المقاصد. فإذا إعلاء المقاصد هيعطينا محددات قيمية، انتبه للجملة، رافعة وليست حافظة، ترتقي بمعاييرنا وترتقي باتجاهاتنا وترتقي بتطلعاتنا. الثانية احتياجات وتطلعات المجتمع المعاصر. كمان عندنا إشكالية يا الأخوة، الإجابة عن احتياجات الواقع والعصر، من قال أن مهمتنا أن نجيب عن احتياجات العصر؟ احتياجات العصر هي إرث النقص فيما مضى، فأوردني هذا المورد الذي اسمه نقص، أنا مهمتي أن أفترض ما هو النقص القادم وأحضر له، وإلا فأنا في لحاق ولهاث مستمر لن أستطيع أن أقوم بدوري تجاهها. وهذه إشكالية أيضا فكرية، ما حد لا بالشريعة ولا بالكتاب ولا في السنة يقول امتنع عن المقاربات ولا امتنع عن الارتقاء ولا امتنع عن المواجهة ولا امتنع عن التنافس. الذي يمنعنا عن ذلك هو طريقتنا في التفكير. إن لم نعد النظر نحن بدورنا الحضاري لن نستطيع أن نقرب هذا الدور إلى أبنائنا القادمين. تحدثوننا بالأمس واليوم تردد كثيرا الكلام على أن الشباب يتململ وأن الشباب يتجه اتجاهات أخرى. الشباب لم يعد يجد نفسه جزءا من مشروع قادم، يجد نفسه وكأن الناس تأخذ بيده لتدخله في التاريخ، بينما الآخرون يقدمون له مقاربات اسمها عصرية واسمها حداثية واسمها جمالية واسمها مدري إيش، لكنها تلبي خواطر لديه وتأخذه باتجاهات أخرى. ونحن أمام هذا التحدي، يجب أن نعيد النظر حتى في طريقة عرض مقاصدنا لشبابنا وطريقة اجتذابهم باتجاهها مرة أخرى. الثالثة، وهذه طبعا تعطينا حركة مواكبة متغيرة باستمرار، يعني الفاريابيليتي عالية، ما في هنا كونستانت، ما في ثوابت، في متغير باستمرار، التحديات تتغير، المقاربات تتغير معها. الثالثة، التزام ضوابط التمويل الشرعية. تحدثتم بالأمس واليوم أيضا عن مقاربات كثيرة، سواء بموضوع القروض السكنية ولا بموضوع الجنسية ولا بمواضيع كذا، مواضيع كثيرة هي بنت زمنها ويحكم عليها بكثير من الأحيان باستقبال، يعني خلينا نقول باستخدام أو باستعادة أحكام ابنة سياق زمني وتحديات مختلفة. الثالثة، هذه الثلاثيات أيها الأخوة، بين إعلاء المقاصد واحتياجات العصر هناك اتساق شرعي اجتماعي باستمرار، يعني نحن عايشين عصرنا بديننا وعايشين ديننا بمقاربة عصرنا، إذا استغنينا عن أحدهما فإما التحجر وإما التحلل اللي امبارح حكينا عنه. الثانية، احتياجات العصر مقابل التزام الضوابط أيضا بيعطينا اتساق المتغير بالثابت باستمرار، لأنه درجة أو التندنسي أو القابلية للانحراف سهلة، أمامها ثلاث أشياء، الشهوة من جهة والإغراء من جهة، والحاجة التي تتحول في ذهن من لديه شهوة وأمامه عرض إلى ضرورة. وهذا معروف عند النفسيين يا دكتور، فإذا ما استحضرنا هذه المعاني وعملنا لها المسجل لازم من أين نطبق وننزل؟ كيف ستكيف مقاصدك إذا لم تستحضر هذه العوامل؟ هذه بتطلع لي وقفيات معاصرة. طيب، ما هو المنهج أو الأسلوب؟ لما بنقول الارتقاء بالمقاصد، كيف نرتقي بالمقاصد؟ بدنا نأخذها بثلاثية، التطوير، التفعيل، الإطلاق. بموضوع التطوير، البعض أخذ موضوع، نحن بنقول هنا أفقياً وعمودياً، البعض أخذ مع مفردة التطوير للمقاصد وفيها كتب كاملة وتعرفوها حضرتكم، وأخذنا نطور الموجود ونطوره بزيادة. الإشكالية ليست هنا أيها الأخوة، الإشكالية أن نلتفت إلى الوقائع وإلى المستقبليات ونعرف حجم الفاقد الذي يحتاج منا إعادة تشكيل وإعادة تفعيل. إن لم نفعل ذلك فنحن أمام مراوحة لكنها متظللة بثوب التجديد والتطوير، لكنها مراوحة اللي بنسميها الأوسيليشن، التكرار المتباعد الذي ينتج نتائج مقاربة لكنها متباعدة عن الأولى. هو نفس الكلام بيرجع بيحصل، منعيد إنتاج نفس المقولات القديمة بلغة عصرية، وهذا مش هو المطلوب، ليست اللغة هي الإشكال، المقاربة هي التكييف والتنزيل المناسب للعصر، التكييف والتنزيل المناسب للمستقبل، وهذا الإشكال، هنا التحدي. لذلك التطوير طبعا التفاصيل ما راح فوت فيها لأنه
بجانب عميد كلية الإلهيات يعني، وأنا بالنهاية بدي أسمع الكلام فحضر استعجل. طيب في المأسس المجتمعي بدنا نكيف مجتمعيا، امبارح الأخوة كانوا عم بيقولوا لكم وأنا معهم الحقيقة، طيب يا جماعة هذا الكلام الجميل اللي قلتوا لنا إياه واللي سمعناه من قبل واللي قرأناه في الكتب واللي أعجبنا به وهلوسنا عليه، كيف سنأخذه إلى سياقات تطبيقية؟ ما هي المناوط على قول المغاربة، كيف ننوطه تنزيلا، كيف ننوطه تفعيلا في الواقع؟ في عندنا إشكال أيضا يا جماعة، هذا الإشكال بده هندسة النظر إلى الأشياء. أعطيكم مقاربة، هذه مقاربة اجتهادية، فيك تقول لي لا أنا بشوف هذه على اليمين، أنا بشوف هذه فوق، أنا بشوفها تحت، لك ذلك، هذا ليس إلزاما، ولكنه محاولة تدريب الذهن ليعيد النظر بالأشياء. كيف نقاربها؟ نحن بنقول في قطبين شغالين على مدى التاريخ، قطب اسمه الأمة، فعل الشعب، فعل الناس، فعل كذا، وقطب اسمه الدولة اللي هي فعل النظام والسلطة وغيرها. هذول شغالين، شئنا ما بين حبيناهم ولا كرهناهم، نحن مع هالطرف لا ضد هالطرف، بالنهاية هذول شغالين، ديناميكا التفاعل المستمر. يقابلهم حركة من نوع آخر بين الدين، وهذا الدين طبعا ليس بالضرورة الإسلام، الدين ما يعتقده الناس دينا لهم، تقابل ما يعتقده الناس علما لهم، أنهم هم اكتشفوه، هم وصلوا إليه، هم طبقوه، هم وضعوه، هم نظموا أمورهم من خلاله إلى آخره، فيعتبرونه علم، ويعتبر الدين شيئا قادما من جهة أخرى. فإذا ما جاءهم وما وصلوا إليه أيضا فيه حدية التنافس باستمرار. هذه بين الأمة والدين، في عنا اللغة والأداب والتراث، بين الدين والدولة عنا التشريع والقوننة، بين العلم والدولة عنا القيادة والإدارة، وبين العلم والأمة عنا الفنون والخبرات والتقنيات. شو بفيدنا هذا الكلام؟ المقصود أنه يا أخواننا الكرام علينا أن نتشارك في صناعة بدائل لمقاربة المقاصد وتنزيلها في سياقات مختلفة. وأنا قدمت لكم نموذج على الوقف، عندي واحد ثاني عن النهوض الحضاري، عندي واحد ثالث على أشياء أخرى، على العمل الشبابي على آخره، لكن لا يكفي شبابنا أن نحدثهم عن أهمية المقاصد أرجوكم، ولا يكفيهم أن نقرب لهم القضية بخلافات التاريخ وخلافات العلماء، ولا باختلاف التعريفات واختلافات التنزيلات التاريخية. يهتم شبابنا الذين تريدون أن تحملونهم هم هذه القضية بكيفية فهمها العملي، مقاربتها عمليا وتطبيقها في السياق الذي يعيشون فيه، لتكون حلا لمشكلات قادمة ليس لمشكلات سابقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزانا الآن الوقت للأسئلة، ولكن الوقت ضيق جدا، وإن شاء الله أخذ سؤالين فقط والتداخلات فقط قصيرة. من الأوراق التي طرحت كنا نتمنى أن يكون الوقت أطول. أنا في الحقيقة عندي سؤال للدكتور مثنى، وهو يتبع أيضا المداخلة السابقة في قضية السياسة الشرعية ومقتضى المقاصد. لعله الدكتور مثنى طرح السياسة الشرعية بالنسبة للأنظمة الحاكمة، ولكن نحن الآن أمام تحدي السياسة الشرعية ومقتضى المقاصد بالنسبة لحركات التغيير. كيف يمكن لحركات التغيير الآن في العالم العربي، وممكن قد ذكرنا ذلك في المحاضرة السابقة أو المداخلات السابقة، كيف لها أن تأخذ بالسياسة الشرعية ومقتضى المقاصد في تعاملها في عملية التغيير نحو ما تراه محققا لمقاصد الشرع؟ فكيف يمكن أن ننزل هذا الموضوع السياسة الشرعية ومقتضى المقاصد بالنسبة لحركات التغيير في العالم العربي؟ شكرا. أنبه على أن الورقة هي عالجت موضوع حركات التغيير، السياسة الشرعية في هذه الورقة لا تعني الحكومات، فهي في واد والسياسة الشرعية في واد، وهي لا تمارس السياسة الحكمية الوضعية، فما بالك بالسياسة الشرعية، يعني سياسة مقتضى العقل لا تطبق، فما بالنا بسياسة شرعية. الورقة كانت تبحث عن المقاصد في السياسة الشرعية في ضوء التعريف وفي ضوء الأقسام وفي ضوء اتجاهات البحث، والقسم الأخير هو اتجاهات البحث الحديثة مجاله التطبيقي هو عمل حركات التغيير، وبالتحديد الحركات الإسلامية
والدعاة والمفكرين وكبار الفقهاء، وكان مجال التطبيق ممتداً على عدة قرون، والأمثلة أخذت من كل أو أغلب الدول العربية والإسلامية، من تركيا إلى الهند إلى إيران إلى العراق إلى الشام إلى الخليج إلى مصر إلى المغرب العربي، فضلاً عن بعض الاجتهادات في الغربة في ديار الغرب. للأسف قادة الفكر وقادة التوجيه وقادة حركات التغيير تجنب كثير منهم الضوابط التي ينبغي أن تراعى في مجال السياسة الشرعية في تعاملهم مع شباب التغيير، في تعاملهم مع أفراد هذه الحركات، وفي تعاملهم أيضاً مع الحكومات. وللأسف نبتت في مرحلة من المراحل فكرة الصراع بين الشرعي وغير الشرعي، بين العالم وبين الإسلامي الناشط، وحدث الصراع على قيادة الحركات الإسلامية في بعض البلدان، من يقود، الشرعي أم غير الشرعي، من هو الأصلح، من هو الأقدر، وكأنها مشكلة جديدة وهي قديمة قدم تاريخنا الإسلامي. يعني التوافق بين الشرعي وغير الشرعي في إطار حركة إسلامية المفروض مفروغ منه، في إطار حركة غير إسلامية يمكن أن يحدث صراع أو إشكال. هذه المشكلة أثرت كثيراً على حركات التغيير، بل هناك مشكلة أكبر، أن ظاهرة النقد الذاتي للحركات الإسلامية وحركات التغيير لم تكن بالمستوى المطلوب. وهناك أمثلة، بعض الحركات قامت بعملية إعادة نظر وتقييم لجهودها وأدائها وعملها وصلتها بالحكومات وصراعها معها، ولكن في الغالب كانت المخرجات تتفق مع المعطيات المعطاة لإخراج تصور مطلوب من هذه القيادات، إلا في حالات نادرة يمكن أن تعد نموذجاً ناجحاً وصالحاً. لكن للأسف كما قلت، بعد احتلال العراق وقبله احتلال أفغانستان ومن ثم الربيع العربي ومن ثم احتلال سوريا واليمن والمشاكل في ليبيا وما إلى ذلك، اختلت الموازنة تماماً. فالأصل أن السياسة الشرعية تطبق من قبل الشرعيين أولاً، ومن قبل قادة التغيير من الإسلاميين من غير الشرعيين استهداءً بالشرعيين وكتاباتهم وتوجيهاتهم، الذي يحصل الآن غير ذلك تماماً. فالمشكلة كبيرة بالنسبة للشباب. نحن الآن تجاوزنا هذه المرحلة، عانينا منها مدة، ولكن للأسف شبابنا اليوم يعاني. إذا رجعنا قليلاً، والقليل هنا عقدين من الزمن فقط، سنجد أن حالة الحراك الإسلامي والتغيير والنشاط العام في الكتابة في هذا المجال وفي توجيه النشأ كانت أفضل بكثير مما عليه الآن. كانت الروابط الجامعة والنقاط المشتركة بين الحركات الإسلامية كثيرة جداً، كانت الرؤية تكاد تكون موحدة في قضايا وهموم الأمة. قد نختلف في التطبيقات، نختلف في بعض السياقات نتيجة الضرورة، وكما أشار الدكتور الله يجزيه بالخير، أنا في الورقة أيضا هناك مثال التجنيس مذكور الذي ذكره، وذكره أيضا أخ عبد الحليم زيدان، أضربه فقط كمثال، مثال التجنيس حتى لا نطيل عليكم. التجنيس قضية إذا نبحثها من الناحية الشرعية، دليل جواز أو دليل عدم جواز، هي جائزة ولا ضير فيها، والأصل فيها الإباحة، ولكن لماذا حرمها قسم من علماء الجزائر وبالتحديد جميع علماء المسلمين في الجزائر؟ ولماذا كفروا وعدوا من يأخذ الجنسية الفرنسية في وقتها مرتداً؟ لأن مقصد الدفاع عن الأمة في موطن مهم وهو الجزائر في ذلك الوقت كان يقتضي التجديد وسد الذرائع. الآن الوضع يختلف، الآن أصبح فتح هذه الذريعة لأبناء الأمة هنا وهناك الذين لا يجدون مأوى هو المقصد. لكن بالله عليكم، من الذي نأتمنه على تطبيق فتح الذريعة هنا وسد الذريعة هنا، وأن يكون ديدنه وهدفه ومقصده ورضا الله سبحانه وتعالى والالتزام بالأحكام الشرعية؟ المشكلة في عدم الالتزام بذلك، وإلا القواعد واضحة والضوابط واضحة والقلوب تدل، ما نحتاج حتى أدلة. من يفقه الشريعة قلبه يهديه إلى الحق،
ولكن للأسف اختلت هذه المنظومة، فالآن الشاب يوجه من هنا ومن هناك، وقد يوجه من نفس الحركة ومن نفس التوجه ومن نفس البلد بتوجهين مختلفين إن لم يكن أكثر. المشكلة كبيرة وتحتاج جهود كبيرة، وعذرا على الإطالة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لجميع الأساتذة الباحثين والمشاركين والأخوة الحضور، وبارك الله فيكم. الآن أيها الأحبة ننتقل للحفل الختامي، والذي يتضمن كلمة لفضيلة الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري، ثم بيان ختامي لهذا المؤتمر، ثم توزيع شهادات تقديرية للمشاركين وللجنة التحضير. الآن أدعو فضيلة الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري ليفتتح حفل ختام مؤتمرنا بكلمته المباركة، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. السلام عليكم أيها الأخوة جميعا ورحمة الله وبركاته، وعذرا فقد تكرر على مسامعكم صوتي وصورتي هذا اليوم كثيرا، ولكن أنتم بعض قال للضرورة أحكام، فقد أخرنا عن اليوم الأول رغما عنا، وأخرنا اليوم أيضا رغما عنا، ولكن الحمد لله التقينا بكم أخيرا وتشرفنا بكم جميعا. في البداية أشكر الأستاذ مروان الفاعوري والإخوة في المنتدى العالمي للوسطية على جهودهم المباركة والمتواصلة منذ سنوات طويلة في بث الوعي بكل ما يهم المسلم، والتأكيد على المعاني الخيرة والأفكار النبيلة والمعتدلة والوسطية. ويشرفنا في هيئة علماء المسلمين بعد أن وقعنا مذكرة تفاهم وتعاون قبل أشهر مع المنتدى أن نفتتح أول هذه النشاطات، وهو المؤتمر الدولي المشترك الأول بين المنتدى العالمي الوسطية وهيئة علماء المسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المؤتمر فاتحة خير لمنتديات ولقاءات أخرى نعمق فيها الوعي بكل القضايا التي تهمنا، وفي مقدمتها العلوم والقيم والمعايير والأفكار والتطبيقات التي تأخذ بأيدينا جميعاً لما فيه خير أمتنا والنهوض بها من هذه الوهدة للأسف التي تهاوت فيها. إخواني وأحبتي، أركز فقط على نقطة واحدة لها صلة بما سمعت من أوراق وبما تابعت وبما أحسه في قلوبكم وصدوركم وعقولكم جميعاً. قد يقول بعضكم أو يقول بعضهم خارج هذه القاعة عندما يرى هذه الصور ويسمع بالمؤتمر، ما الفائدة؟ ما الجدوى؟ نحن نذبح في كل مكان والجماعة جالسين في إسطنبول يتحدثون عن المقاصد، بل أن بعضهم يقول هم جالسين الآن في إسطنبول في ضيافة الجهة الفلانية، لأننا للأسف الآن أصبحنا أحزاب متصارعة لا يحسن بعضنا الظن في بعضنا الآخر. أيها الإخوة، لا يمنعنا الشرع ولا الحق ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نقول كلمة الحق هنا في إسطنبول أو في غير إسطنبول، سواء كانت مع إخواننا الأتراك أو مع إخواننا العرب. ومن هنا نحن في هيئة علماء المسلمين، وبعضكم يعرفنا، ننهج منهج الوسطية الحق في أن نكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف وفق الضوابط الشرعية لا وفق التوازنات السياسية، وإن كانت السياسة مطلوبة أحياناً، ولكن على أن تكون سياسة وفق الدليل، الدليل العام أو الدليل التفصيلي. فنقول الحق هنا ونقول الحق هنا، ونمد يدنا هنا ونمد يدنا هناك. وقد ساهمنا في محاولة تقريب وجهات النظر في كثير من المشاكل حتى بين بعض دولنا للأسف، وما زلنا على هذا العهد كنا عليه منذ البداية، على الرغم من أننا جهة علمية
ناشطة سياسيا، وقد نوصف بأننا حزب، وخارج بلادنا لا نستطيع أن نعود إلى بلدنا أو على الأقل قسم منا، وإلا فالجسم الأكبر لنا والحمد لله في الداخل. مع ذلك لم ننسى الأمة، لم ننسى هذا الهم الكبير، وهو هم إعادة أبناء الأمة إلى ما كانوا عليه. يعني الأخ عبد الحليم زيدان قال موضوع الحفظ أصبح مشكلة كما يقول الدكتور سيف عبد الفتاح، فعلا مشكلة لم تكن مقبولة منطقيا أو مطلوبة منا فهي أمر واقع. المحافظة على الموجود الآن واجب من الواجبات العينية علينا جميعا. للأسف للأسف كنا نتمنى أفضل وأكثر وأن نتقدم إليه. وهنا أقول من أفضل التجارب التقويمية والنقدية التي أجرتها الحركات الإسلامية أو المنتديات الناشطة في مجال الدعوة الإسلامية، وهذه قناعتي الشخصية وكتبتها قبل حوالي 20 سنة، هي ما قامت به حركة النهضة في تونس في منتصف التسعينات عندما أعادت تقويم نشاطها كاملا، كل المواقف كل الآراء كل الأفكار حتى العلاقة مع النظام في ذلك الوقت، وخرجت بحصيلة في كتاب أعده أنموذجا صالحا للتطبيق على الجميع. وقد حصلت حالات أخرى من النقد الذاتي ومشهورة ومعروفة لكم، ولكن هذه وجهة نظري. ولكني هنا أقول بصراحة هذا الجهد الكبير بسبب ضغط الواقع والصراع الكبير بين الفكرة الإسلامية وغير الإسلامية للأسف أخل بهذه الرؤية في أماكن كثيرة، فبتنا نحتاج إلى إعادة نظر في كثير من المواقف والأفكار. وهنا أعمم فأقول مصطلح الوسطية الآن عند بعض الناس فيه غبش وقد ينظر له نظرة غير لائقة، كذلك مصطلح الاعتدال، والسبب ليس منا وإنما ممن استخدمه استخداما غير سليم لأهداف خاصة، كما فعلوا مع مصطلح المقاومة، كما فعلوا مع مصطلح الممانعة الذي حتى نحن بدنا لا نتحدث به. للأسف يراد لهذه المصطلحات والمفاهيم أن تبعد عن ساحتنا، عن منتدياتنا، عن إعلامنا، عن أفكارنا، عن حركنا. فأقول هنا مؤتمر للوسطية، وهناك مؤتمر في بغداد للوسطية تحت عنوان وسطيون ضد الإرهاب، ولكن وسطيتهم تحت حراب الاحتلال الأمريكي والإيراني، وسطيتهم في ظل حكومة طائفية، وسطيتهم في ظل حكم للميليشيات، وسطيتهم في ظل استبعاد واستئصال واضطهاد وقتل على الهوية للمكون الأكبر في العراق، وسطيتهم في ظل غياب حتى للمعاني التي يسمونها ديمقراطية ودستور وعملية سياسية، وانتخاباتهم مهزلة المهازل كما تعرفون. إلى الآن لا يعرف من الذي فاز من الذي خسر، الأوراق احترقت، آلات الفرز كسرت، وإلى الآن يتكلمون عن فراغ دستوري وفراغ نيابي، وقد تستمر القصة إلى أشهر. هذا البلد الذي يعيش الفراغ في كل شيء منذ دخله الاحتلال وحتى هذه اللحظة يتبجح بعضهم فيعقد مؤتمرا للوسطية. لقد أصبح من أبناء جلدتنا في بغداد من يسوق لغيرنا، من يفتح أبوابه مشرعة. للأسف قبل كانوا يتعاملون مع الأمريكان، الآن يتعاملون مع الإيرانيين ومع غيرهم، وهذه التجربة حصلت في بلدان أخرى، ولكن أن تحصل في بلد كبير كالعراق بتأثيراته على المنطقة فقد فتح الباب لما حصل في سوريا وما حصل في اليمن وما هو مستمر الآن في لبنان. فإخواني وسطيتنا ستبقى وسنعتز بهذا المصطلح، وسنعمل بكل ما نستطيع على أن تكون المعاني الصحيحة فيه وليست المعاني التي يراد لها هنا هناك. واعتدالنا هو الاعتدال الذي تدل عليه مقاصد الشريعة،
ونهجنا ومنهجنا وسيرنا وعملنا وسياستنا ينبغي أن تكون وفق ما اتفق عليه علماء الأمة وأئمة التجديد والهدى والصلاح، فلنتجاوز المراحل الأخيرة. خذوا ابن عاشور، خذوا ابن باديس، خذوا الآلوس الكبير والآلوس الصغير، خذوا محمد حبيب العبيدي، اذهبوا إلى مصر وخذوا علماء الكبار الذين ذكرنا قسما منهم الآن، وهكذا. نريد أن نرجع مرحلة إلى الوراء أو خطوة إلى الوراء لكي نعيد ترتيب أنفسنا على وفق ما اتفق عليه علماء الأمة ومجددوها في هذا القرن، حتى يمكن أن نبني خطوات سليمة. نعم، أمر صعب وأمر عسير جدا في ظل هكذا ظروف، ولكن لا بد لنا من أن نعمل. وهذا الملتقى وهذا المؤتمر إن شاء الله هو لبنة أولى، وهناك يسمح لي الأستاذ مروان الفاعوري خطوات أخرى إن شاء الله، ومؤتمرات عن أعلام التجديد وحركات التجديد والإصلاح وبعض المدارس الفكرية سنقيمها إن شاء الله بالتعاون هنا وهنا وهنا وهنا. لن ندع مكانا نستطيع أن نصل إليه إلا ذهبنا إليه لنشر هذه الأفكار. وأدعوكم جميعا، فرصة طيبة من مختلف المشارب، من مختلف الأفكار، من مختلف البلدان. هنا في تركيا تلاحم عربي إسلامي، أدعوكم جميعا أن تنطلقوا مما انتهينا إليه أو مما ستسمعونه من البيان الختامي للمؤتمر. فلنتجاوز كثيرا من الخلافات الجانبية والجزئية كما تجاوزها علماء المتقدمون، فلنتفق على ما اتفقنا عليه كما قال الإمام الغزالي رحمه الله، أبو حامد الغزالي يقول: العدو اجتمع فكان إلبا علينا فلنكن إلبا عليه، أي فلنكن جميعا عليه. عدونا إلب علينا ولكننا الآن لسنا كذلك. أشكركم، بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا وعذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لفضيلة الدكتور مثنى حارث الضالي الأمين العام لهيئة علماء المسلمين. الآن ننتقل إلى البيان الختامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم من الأنام واهتدى بهدي الإسلام ونوره المبين، وبعد. فقد تم بعون الله اختتام فعاليات مؤتمر الرؤية المقاصدية وأثرها في نهضة الأمة الذي عقده المنتدى العالمي للوسطية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في العراق في اسطنبول العامرة على مدار يومين 2 و 3 من شهر تموز لعام 2018 للميلاد. وشارك فيه نخبة من الباحثين من شتى البلدان الإسلامية، حيث قدمت إضاءات معتبرة حول مفهوم المقاصد في الشريعة الإسلامية وحول أثرها في تشكيل وابتناء الشخصية المسلمة وفي وحدة أمة الإسلام. كما تم التركيز على هذه المقاصد على نحو ما ورد في كتاب الله العزيز وسنة نبيه المشرفة، وعلى الاجتهاد المقاصدي في قضايا العصر، وعلى أثر تمثل مقاصد الشريعة في الفقه الإسلامي وأثره في العيش المشترك والقيم الإنسانية وفي تجديد وترشيد العمل السياسي الإسلامي. كما أضيئت جوانب من فقه الإمام الشاطبي وما كان من أثره الباقي في فقه المقاصد. وقد كان لتداعي الأساتذة الأعلام أصحاب التجارب الفكرية المتميزة من تونس وتركيا والعراق وليبيا والسودان واليمن والجزائر ومصر، ولاستجابتهم المشكورة لدعوى المنتدى العالمي للوسطية وهيئة علماء المسلمين في العراق، أطيب الأثر وأعظم الجدوى في نجاح المؤتمر، بحيث شكل إضافة قيمة إلى مجمل الجهود المبسوطة زماناً ومكاناً على مدى المعمورة كلها. توصيات المؤتمر:
وقد توافق الأساتذة المؤتمرون على جملة من التوصيات الكفيلة بامتداد فاعلية المؤتمر في الحياة الإسلامية المعاصرة على النحو الآتي: أولاً، لا بد أن يكون لفقه المقاصد حضوره من الوعي الإسلامي على مختلف الصعد الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. ثانياً، أن تكون مقاصد الشريعة عنصراً رئيساً في الاجتهاد الإسلامي المعاصر. ثالثاً، أن توسع دائرة المقاصد بحيث تشمل العلاقات الدولية والقيم الإنسانية. رابعاً، أن تخصص لفقه المقاصد في أبعاده المختلفة مساقات جامعية في شتى الأقطار الإسلامية وفي الجامعات الغربية العريقة كذلك. خامساً، أن يصار لاستكمال البعد الكوني للرؤية المقاصدية الإسلامية بحيث تفيد منها أمم الأرض قاطبة، وذلك لكون المقصد الأسنى للرسالة الإسلامية هي رحمة للعالمين لا لأهل الإسلام وحدهم. سادساً، اعتبار فقه المقاصد أو الدرس المقاصدي درساً جامعياً، والإفادة في مناهج النظر من المنطق المقاصدي. سابعاً، إدراج الرؤية المقاصدية في إطار تصور فلسفي إسلامي واسع. ثامناً، فتح باب التجديد على بصيرة في فقه المقاصد وتوسعه في آفاق البحث فيه. تاسعاً وأخيراً، إصدار مجلة فكرية دورية خاصة بمقاصد الشريعة الإسلامية. وفي ختام هذا المؤتمر المبارك، يرفع الأساتذة المشاركون فيه والراعون له، كما يرفع المنتدى العالمي للوسطية وهيئة علماء المسلمين في العراق، أسمى آيات الشكر لحكومة تركيا الشقيقة التي عقد المؤتمر في أفيائها العطرة، داعين الله سبحانه أن يحفظها بعين رعايته وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن أيها الحضور، ننتقل إلى ختام حفل الختام لنكمل بشهادات تقديرية. فأدعو أولاً فضيلة الأمين العام الدكتور مثنى حارث الضاري لتكريم بعض الباحثين. سعادة الدكتور عبد الحميد العاني، الدكتور سالم فلاحات، الدكتور مرتضى بدر، الشيخ عبد الفتاح مورو، الدكتور أمين أبو لاوي، الدكتور ونيس المبروك، الدكتور يحيى الطائي، Thank you.
دكتور أحمد طعمة، الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، الشيخ عبد الوهاب إيكنجي، موجود مولا دكتور وصفي عاشور أبو زيد، الدكتور عبد الحق ميحي، الأستاذ شوقي القاضي، الدكتور عبد الحليم زيدان، الدكتور محمد حسام الحافظ، الشيخ عبد الرحيم العكور، الباحثين مشاركين ورؤساء الجلسات، الدكتور نور الدين الخادمي، الدكتور محمد كرماز يتسلم الشهادة، دكتور مرتضى بدر، انتهت الشهادات التقديرية للباحثين والمشاركين، والآن للجنة التحضير، ويتفضل سعادة الدكتور زيد المحيسن اللجنة التحضيرية للمؤتمر. الأستاذ حسين العموش، الأستاذ حسن العاني، ويتسلم الشهادة بدله الأستاذ ياسين التميمي، وأخيرا المتحدث عمر النقيب.
وإلى لقاءات أخرى إلى ذلك الحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.